أن جماعة من الضد، جماعة من السودان والهنود، كانوا يعبدون وثن، أتى بهم علي بن أبي طالب وأعرفهم أن الله عز وجل هو الذي خلقنا جميعا ويرزقنا، قال به يعني، واستمهلهم 3 أيام لم يرجعوا، حرقهم بالنار، ولع نار ورماهم في النار. وفي صحيح البخاري تحت هذا الباب حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جماعة في سرية وقال إن لقيتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار،